الفول جي اس اون ذا ويب، ازاي بعمل ابلكيشن كامله ثرو الويب ابلكيشن بتاعي من التمبلتس الموجوده عندي في الار جي اس اونلاين، وده هنشوفها عملي. فول جي اس اون ذا ويب بيتكلم على الكمبيوتنج افشنسي. ايه هي الافشنسي؟ طبعا هنشوف الافشنسي دي عملي في جدول كده، هنشوف الفروق بينهم. مانجنج الكمبيوتر كومبليت بلاننج، بنتكلم على الكرنتلي موبايل ابلكيشنز ترمينولوجي، ار جي اس فور ويندو، اوف لاين يوزر سبورت. بنتكلم برضك على الاكسس والسكيورتي، بابليش تو كلاود بسهوله، ان انا اعمل كلاود سيرفر بسهوله، ان انا استخدم السيرفيسز بتاعتي، ان انا استخدم بعمل كرييت وشير للويب ماب بسهوله، ان انا بستخدم بعمل كرييت التمبلت بتاعتي برضك بسهوله. سيرش فور ماب في الار جي اس اونلاين، انا ممكن اعمل سيرش لي مثلا لمنطقه معينه وليكن مثلا ايجيبت، ان انا اعمل اد للماب ديت واستخدمها في الابلكيشن بتاعتي، السيف للماب ديت. فول كولابوريشن ديمو، احنا ان شاء الله هنستخدم هندخل على الار جي اس اونلاين وازاي اعمل ماب، اظبط البوب اب، اظبط السيرش، اظبط التيبل، اظبط الالوان بتاعتي واعملها بابلش وشير. بنتكلم على الاوبن سورس اوبريشن اورجانيزيشن، بنتكلم على ان الجي اس في بعض الحاجات عنده، زي مثلا زي ما احنا شايفين كده، في عندنا 2000 بزنس بارتنرز، في عندي HTML، ممكن استخدم HTML، جافا سكريبت، سيلفر، سيلفر لايت، وفيليكس، وايفون، واندرويد. دي بعض الترمينولوجي برضك اللي انا ممكن بستخدمها طبعا وبيسهلها عليا طبعا الارك جي اس. ازري كونسرفيشن بروجرام، دي بعض الهلب اللي ممكن بقى يطلعها لي ازري في كويب سوليوشن، ان انا ممكن ادخل وابحث عن الهلب دوت بحيث ان هو ييسر لي عمليه البروجرامينج وازاي اعمل ابلكيشن. داتا بابليشنج ورك شوبس، ازاي اعمل بابليشنج للداتا بتاعتي. شكرا.